التارجت شوتينج لعبة لما أشرحها لكم بتعتبروها سهلة، لكن التطبيق أكيد بيكون غير. عبد الرحمن بيكون موجود معاي في اللعبة، راح يشرح لي تفاصيل أكثر عنها. أهلا وسهلا عبد الرحمن، أبغاك تجي جنبي وتخبرني عن اللعبة وش هي وكيف نلعبها. أهلا وسهلا بكم. أول شيء في الباتل بارك في لعبة التارجت شوتينج، احنا عندنا مثلا هذه لعبة التارجت شوتينج تختلف الألعاب، عندنا أربع ألعاب. عندك مثلا أقرب مثال هذه اللعبة، عندك 12 هدف التارجت، عندنا 12 هدف تضرب على الهدف يطيح عندك الهدف.